اعزائي اهلا بيكم في حلقه جديده. طبعا نادي الاهلي بيكسب الخليج 1-0 وبيقولوا كمان جون في الدقايق الاخيره. الاهلي طبعا مازال مستمر بمنافسه الهلال والنصر على الدوري. بصراحه بجد يا جماعه حاجه قويه جدا من الفريق لغايه دلوقتي. معلش يعني الفريق لسه راجع السنه دي لدوري الروشن، كلنا عارفين يعني الموسم اللي فات كان في دوري يلو، وانك ترجع تاني وتنافس حاليا على الدوري مع فرقتين زي الهلال والنصر فدي يعني بصراحه حاجه قويه جدا، تحتسب للاداره والمدرب والفريق. فانا بصراحه اصلا ما اتفرجتش على الماتش، قلت بقى كده اجيب ملخص واعمل عنه رد فعل ونشوف الاهلي كان عامل ازاي. انا بقى اتفرج ماتش عضينا بس طبعا ابتدي مش تعمل لايك، يعني عايزك تنزل دلوقتي حالا تكسر لي زر لايك في السريع، لو مش عامل اشتراك تعمل اشتراك حالا، شكد بعد تفعل زر الجرس عشان خاطر يوصلك اي فيديو جديد، ويلا بينا. يلا عم تعال نشوف في الاهلي والخليج الاداء كان عامل ازاي. اوه يا ساتر يا فراس، يا ساتر يا فراس، اتزعلتنا على دماغك دي ولا ايه؟ يا ساتر يا فراس، ده انا قلت انت هتنطح في دماغك مفيش. لا ده بتهزر يا جدع، يا عيني يا مجراش يا عيني. كرة سهلة والله تصدق. بس عايز اقول لك الاهلي بجد اخر ماتش ليه عامل اداء مرعب. فرانك سييه، رياض محرز، فراس، جابري فيجا، بصراحة عاملين أداء عالمي. ده غير طبعا ألم ماكس مان اللي خلاص بقى مستر أسيست الفترة دي. أوه يا ساتر، الواد فيجا ده الواد كوبري يجيب صداع دلوقتي. يا مجراتشي طبعا ما دخلت على الفيديو لايك سبسكرايب شير الثلاث حاجات، عايزين نوصل الفيديو ده يا جماعه لحد 1000 لايك، لو مش عامل اشتراك تعمل اشتراك زي ما اكدت. برضه لسه ما زال في مشاكل في الدفاع بتاع الاهلي، فمش عارف دي حلها ايه بجد. الاظهره بجد بيتضربوا بصوره جدا، وحتى قلوب الدفاع ما تفهمش يعني. يا ساتر يا ابانيز، يا ساتر يا ابانيز، بتعمل ايه يا ابانيز؟ يا ساتر يا عيني يا مندي، يا عيني يا مندي، يا عيني يا مندي. هو ابانيز بيعمل ايه بجد؟ انت مدافع وداخل ترقص فين يا جدع؟ يا جدع بتعمل ايه يا ابانيز؟ يا عيني يا مندي، تصدق؟ لا بس رد فعله بصراحه حلو قوي. مندي في اخر 3 ماتشات او 4 ماتشات بيطلع بكلين شيت. تخيل يعني نطلع بكلين شيت. ده الشوط تاني يا عيني. يا لعيب يا الان، يا لعيب يا الان، اه يا الان. الان برضو بدا يفوق مع الاهلي وبدا ينسجم، المجموعه كلها بدات تنسجم مع بعض، فدي حاجه حلوه. جمهور الاخضر ومعاهم طبعا الرياض. اوه روبرت فيرمينيو، فيرمينيو اعتقد بنسبه كبيره هيكمل مع الاهلي حتى لنهايه الموسم. اوه اوه مفاجاه دي، تصدق مفاجاه على مندي، مفاجاه. رياض رياض رياض، اه يا فرانك يا كيسيه، ده مين ده؟ فراس يا جدع المره دي يا جدع. يعني انت رايح تعمل جامب على دي واللي قبليها اللي يعتبر جون فاضي بالنسبه لك ما جبتهاش؟ بصراحه فراس الله اكبر عليه، يعني من اللاعبين اللي انا بحترمهم جدا ومن اللاعبين المجتهده واللي بتتحرك من غير كوره حلو قوي. يا عيني يا فراس. يا عيني خدها الان، الان لا بتهزر يا ماكسيمان، لا بتهزر يا ماكسيمان، بتشوت منين يا ماكسيمان؟
حاليا كده اللاعبين بتاخد قرارات غلط في اوقات ما ينفعش اصلا. تخيل لما تاخد شوط الشوط ديت في الدقيقه 87 من المسافه دي وقت من هنا. بس لا يعني الكره سهله بالنسبه للجون يعني. رياض يا عيني يا رياض يا عيني يا رياض يا عيني يا رياض يا لو يا بجراشي يا لو يا جدعان رياض عامل له اسيست عالمي اقسم بالله اسيست عالمي بقول له خدها هاتها جون يا جدع يا جدع بتعمل ايه يا جدع حط تشامب يا جدع حط تشامب من فوقيه بس معلش يعني ده باكي مين برضو ما هنعذره ظهير ايمن يا جدعان هنعمل اهو حتى المدرب بيقول لك تشامب يا جدع يا جدع تشامب يا جدعان احنا مش بتوع بليله والله العظيم اوه 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 ضرب الجزاء ده مين ده ابانيز ولا مين لا حسبه ضرب جزاء ازاي ابانيز ابانيز يلو يا جدعان بص في الدقيقه كام من ضرب الجزاء في الدقيقه 96 و25 ثانيه اوه اوه شاط رجليه فعلا شاط رجليه فعلا اوه اوه غفله 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 عامة ابانيز ابانيز غفله والله العظيم اوه يخرب بيتك يخرب بيتك كارت طبعا كارت لازم لا ابانيز غفله تصدق لا لسه مش مصدقها بجد لا لا مستحيل يا جدعان مستحيل سيناريو مش طبيعي سيناريو غريب وادي فرانك كيسييه القائد كيسييه فرانك 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 كيسييه كيسييه يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني لا 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 لا, لا. وحش يا جدعان اقسم بالله وحش في الملعب فرانك كيسييه وحش في الملعب القائد بصراحة مدرب ده بيفكرني بنيجلس مان مدرب بايرن ميونخ حتى تحسه شبهه كده وصغير وبرده ألماني زيه فالعقلية برده تفرق المدربين الشباب دول بيبقى ايه عندهم أفكار جديدة دايما في الملعب يا عيني يا فرانك يا كيسيه يا عاقل يا عاقل يا عاقل يا عاقل خطة حلوة قوي بجد يعني أعتقد يعني خلاص الفيديو خلص والماتش خلص خلص الماتش يعني شكرا شكرا لكم يا جماعه بس بقى كده خلصت الحلقه لو فيديو عجبك تشترك عشان تشترك اي فيديو جديد واشوفكم الحلقه الجايه السلام عليكم.